حرصنا على نجاح هذا الدوري هذا اللي تم في مدينة طنجة، وكنعرفوا بلي كيتعمل شي حدث في مدينة طنجة الا كيكون كياخذ واحد العناية كبيرة، كيعرف واحد النجاح باهر، وهذا هو الخصال ديال هاد الساكنة وديال المسؤولين مدينة طنجة. اليوم هذا الدوري اللي تعمل في مدينة طنجة اللي هو فيه إشارة قوية بالنسبة للدول المغاربية ديالنا، الشعب الجزائري والشعب التونسي كذلك، بالفضل كرة القدم اللي هي كتفتح الحدود حقيقة، كتعطي واحد إشارة قوية بالنسبة للمسؤولين باش يكون واحد التآخي بين هاد الشعبين، الشعب ديال المغرب والجزائر وتونس. وحقيقة كنعرفوا مدينة طنجة دائما كتستقبل هاد الدوريات وكتعرف على النجاح. كنشكر رئيس اتحاد طنجة سي عبرشان على هاد الاستضافة وعلى هاد الحفل اللي عملنا على شرف جميع الوفود. هذه فرصة خلانا نتقربوا أكثر من الوفود ونتعرفوا عليهم ونتبادلوا الخبرات اللي كاينة ما بين الدول. كنشكروا على هذه الاستضافة أكيد، بما هذه أول بطولة، هذه أول بطولة شمال إفريقيا لأقل من 20 سنة، يحسن الشرف أن عندنا في المغرب في مدينة طنجة اللي كتعرف واحد الجمهور رائع اللي كنشكروا لأنه جا شجعنا. فزنا في المقابلة الأولى ضد بوركينا فاسو 2-1، فزنا في المقابلة الثانية ضد تونس ضد الجزائر 3-1، دونك عندنا 6 بوان، دونك باقي لنا ماتش ديال غدا، عندنا خصنا نقطة ونفوزوا باللقب. دونك كنتمنوا الجمهور يحضر بكثافة لأن كنعرف جمهور طنجة جمهور ذواق، باش إن شاء الله نفوزوا بالكأس ونخليوه عندنا في البلاد ديالنا. كنشكر رئيس طنجة على هذا الاحتفال، كان زوين، كان في المستوى، جمعنا ما بين الفراقي، حسينا بالروح يعني كل شيء، الفراقي مجموعين كنضحكوا، عجبنا الحال، كنشكروه بزاف وان شاء الله مازال كنفكروا في الماتش، يعني هادشي ابار مازال كنفكروا في الماتش وان شاء الله غنديوها وحاجه في بلادنا. بغينا نفرحوا الجمهور اللي كيجي يتفرج والجمهور اللي متابعنا. والله يا ما ظهر لي نلقاو مناسبات خير من المناسبات هذه، من الناحيه الكرويه نلقاو الفرصه باش نشوفوا الفرق نتاعنا شنو المستوى نتاعها، وفرصه باش تعطيك باش تلعب مقابلات وديه، تحضيرات بالطبيعة سواء لتصفيات كاس العالم ولا تصفيات كاس افريقيا. ومن الناحية الأخرى الناحية الأخوية، نحن شمال افريقيا أصدقاء وكما تقول انتم أخي وأخوة، شفتوا الأجواء وحسن الضيافة الحقيقة مشكورين جدا، وإن شاء الله الاتحاد شمال افريقيا يكثر لنا من الدورات هذه. ونحن في الاجتماع الأخير ظهر لي عنا دورة إن شاء الله في ديسمبر مش تقام في تونس، وإن شاء الله الكرم الضيافة اللي شفناه أن نعوضوها أحسن تعويض سواء لأخوتنا الجزائريين ولا المغاربة ولا أي ضيف يجي بحدنا لتونس إن شاء الله.